بس اول شيء راح نتابع بعد بنى التكرار اللي اخذنا نحن في عندنا ثلاث نماذج اللي هي او ثلاث حلقات مشهوره ممكن نحن نستخدمها هي حلقه الفور. وحلقه الفور دائما تستخدم لما بيكون انا عندي او لما بيكون عندي معرفه بعدد التكرارات اللي انا بدي اكررها، فانا ببلش من نقطه وبعرف انا نهايه النقطه. حلقه الوايل بستخدمها او الاغلب بيتم استخدامها لما بيكون في عندي عدم معرفه بعدد المراحل، بس انا بعرف شرط الخروج من الحلقه فبستخدم انا حلقه الوايل. بس هذا ما معناته اني انا ما فيني استخدم حلقه الفور بهالطريقه، وحتى كمان اني ما في مانو معنى اني اذا كان انا عندي عدد محدد من التكرارات اني ما استخدم حلقه الوايل. يعني حلقه الفور وحلقه الوايل اذا عرفنا نحن كيف الصيغه اللي بتنكتب فنحن قادرين نهيئهم او نكتب البرنامج باستخدام هالحلقات بنفس باي مشكله ممكن تواجهنا. بس دائما الفكر بيقول ان بما انه حلقه الفور تم تصميمها ضمن الصيغه اللائله والبارامترات اللائله ان يكون انا عندي عدد محدد او عدد بعرفه انا للتكرار، فانا دائما راح اتجه باتجاه الفور. اذا كان العدد غير معروف بس انا عندي شرط للخروج فانا راح استخدم الوايل. وشفنا كيف فيني انا اذا كان في عندي عدد تكرار محدد كيف سويها بالوايل، حتى لو كان اني استخدم الوايل، واني لما بيكون عندي فقط شرط الخروج كيف فيني انا اسويها بحلقه الفور. هذا بالنسبه للحلقتين، هذول اللي متقابلين مع بعضهم بيجيني انا حلقه اضافيه بتختلف عنهم، واللي قلت هي عباره عن الدو وايل. الدو وايل اختلافها عن الفور او حلقه الوايل انه تنفذ على الاقل مره واحده على الاقل، اما حلقه الفور وحلقه الوايل ممكن اني ما تتنفذ ولا مره، اما دو وايل حتما لازم تنفذ لمره واحده على الاقل، ممكن تنفذ اكثر من مره تعيد التكرار، وانما على الاقل مره واحده ستنفذ. وبالتالي صار عندي انا الفرق اني الفور والوايل بيتم اختبار الشرط وبعد التنفيذ بحلقه دو وايل بيتم التنفيذ وبعد اختبار الشرط. هذا هو الفرق الجوهري بين الصيغتين. هلا لما ندخل له صار فقط عباره عن مفاهيم انا ممكن استفاد منها بعمليه البرمجه باستخدام الجمل سواء كانت الشرطيه او الجمل التكراريه. انا لما حكيت عن الجمل الشرطيه او حتى جمل التكرار قلت في عندي انا شرط الخروج من الحلقه، او بجمل الاختيار انا قلت في عندي شرط اذا تحقق فبدي نفذ تعليمي، واذا لم يتحقق فبدي نفذ حاله اخرى. هي اذا كانت اف إلس او حتى سويتش كيس، اذا تطابق قيمه السويتش مع اي كيس من الكيس اللي الحالات اللي انا كاتبه فسيتم تنفيذ التعليمات اللي موجوده ضمن الكيس اللي تم فيه التطابق. فطيب اذا كان عندي انا اكثر من شرط، فاذا كان عندي اكثر من شرط فنحن قلنا اني انا لحتى نفذ فبختبر اول شرط بيفتح جملة شرطية ثانية، بيختبر ثاني شرط بيفتح جملة شرطية ثالثة، بيختبر ثالث شرط، فبصير عندي نوع من انواع الادخال او التكرار بكتابة الجمل الشرطية. وفي عندي انا اختصار لإلى انا فيني اجمع الشروط مع بعضها لحتى نفذ مرة واحدة ضمن جملة شرطية واحدة او جملة تكرار واحدة. يعني على سبيل المثال انا بدي قول اني اللي بده يدرس هندسه حاسبات لازم مثلا افترض يكون متفوق معدله فوق رقم محدد، هي اول شرط. ما بس هالشرط اللي لازم يكون، لازم يكون حاصل على شهاده الشهاده العلميه فشرط ثاني. الشرط الثالث لنفترض من قبل كانت يحطوها اني لازم يكون مثلا نفترض اخذ بماده الرياضيات فوق 90% من المادة، شرط ثالث. نفترض هلا رح نوصل على هالثلاث شروط، لحتى انا احقق هالثلاث شروط. فالطريقة الأولية انا بحط جملة اف بختبر أول شرط، إذا تحقق فاختبر الشرط الثاني بإف ثاني،
إذا تحقق فاختبر لي الشرط الثالث بإف ثالثة على الشكل التالي. فأول شيء أنا راح أختبر إف الشرط الأول، لنفترض إن إذا كان X أكبر من قيمة محددة، وقلت إني لازم يكون أكثر من لنفترض 230. بعدها راح أختبر إني إف واي اني لازم يكون حاصل على العلمي اللي هو ساينتفك، اني لازم يكون اخذ الشهادة العلمية. خلينا ناخذها كهوني كمحرف. وثالث شرط اللي هو if، شو حكينا ثالث شرط؟ اللي لازم يكون علامة الماس لازم تكون على الأقل أكبر أو تساوي 90% من العلامة العظمى، واللي هي شو هي العلامة العظمى؟ لنفترض 60. وبالتالي أنا لحتى أحسب 90% من 60 كيف بحسبها؟ 90 بضربها بالستين وهذه بخصمة على 100. فصار عندي أنا ثلاث شروط اللي هي عندي إياها بالشكل التالي. فهذا شو كيف هالكتاب اللي أنا كتبته كيف راح تحقق لي إياها؟ راح تقول لي أول شيء اختبر هل المعدل اللي أنت معدل الطالب أكبر من 230؟ فإذا كان نعم فانتقل إلى الشرط الثاني، هل هو حاصل على الشهادة العلمية؟ إذا كان نعم فانتقل إلى الشرط الثالث، هل علامة الرياضيات عنده أكبر أو يساوي 90% من علامة العظمى؟ فإذا كانت نعم فنفذ التعليمات. طيب أنا عم بحكي دائما أني إذا تحقق الشرط الأول وتحقق الشرط الثاني وتحقق الشرط الثالث، أنا كان بإمكاني هالصيغة اللي أنا كتبتها هون حولها لصيغة واحدة أو جملة واحدة. إف أول شرط اللي هو إكس أكبر من 230، الشرط الثاني اللي هو واي تساوي إس، والشرط الثالث اللي هو الماس أكبر أو يساوي 90% من العلامة العظمى. هذه هن الشروط الثلاثة. هلا أنا بدي أجمع معهم. أنا شو حكيت لحتى أجمع؟ وقت الغرض أن يجب أن يتحقق معدله أكبر من 230. شو الكلمة اللي بعدها؟ وحاصل على الشهادة العلمية. الكلمة اللي بعدها وعلامة الرياضيات من اسمها الوا هي عبارة عن بالإنجليزي and. إشارة الand بالإنجليزي هي بالشكل التالي. إن كان أنا عم قول علامة الشرط الأول اجمع لي إياه بتعليمة الand اللي هي الضرب المنطقي مع الثاني والثالث. هون راح يصير عندي أنا مثل تداخل. التداخل راح يصير عندي، ما راح يعرف الحاسب هل أنا المقصود العملية المنطقية أنت ولا المقصود عملية الجمع الشروط. بمعنى أنا هون هذا إذا كانت بالشكل أنت، فإذا كان عندي أنا على سبيل المثال 5 أنت 7، شو بتتوقعوا راح يطلع الجواب؟ تفضل. 5. ليش 5؟ ضرب منطقي. طب خلينا نحسب الضرب المنطقي. الخمسة كيف فيني انا احولها؟
الخمسة هي عبارة عن واحد صفر واحد، والسبعة شو هي؟ واحد واحد واحد، صح؟ فإذا ضربتهم مع بعض واحد أند واحد شو بيساوي؟ واحد، لأني الآن الجدول المنطقي لإلها اللي بيقلي، في عندي ترو ترو فالس فالس، في عندي هون ترو فالس ترو فالس. ترو مع ترو رح يعطيني ترو النتيجة اللي هي الترو بيقابل الواحد والفالس بيقابل الصفر. بالبرمجة أي رقم غير الصفر فهو ترو. فعندي ترو ترو فترو، ترو فالس شو رح يكون؟ فالس فالس ترو فالس، وهون فالس. بالتالي صار عندي أنا كاني عم قول أنا واحد صفر صفر صفر. فواحد ضرب واحد شو رح يطلع؟ واحد. صفر ضرب واحد رح يطلع صفر. واحد ضرب واحد رح يطلع واحد. وبالتالي النتيجة شو طلعت؟ طلعت معي خمسة من هالعلاقة اللي عندي إياها. أما لو ضعت أنا إشارة الأند دبل أند، فهوني صارت عندي جمع، وهالجمع ما بيجمع لي أعداد من النمط الثنائي، وإنما بيجمع لي حالة منطقية مع حالة منطقية أخرى. يعني حالة منطقية إما ترو أو فالس مع حالة منطقية أخرى إما ترو أو فالس. فرح أنا صير بالشكل التالي، إني أنا عندي إذا كان الأول ترو والثاني ترو رح يطلع لي ترو. تالي هون شو صار عندي؟ هذه عبارة عن جمع منطقي، ما له جمع شرطي. ممكن إذا كتبتها بهالطريقة ونفذتها يطلع معي جواب صح، قل لي طب طلع معي جواب صح، بس ما دائما ممكن يزبط معي الحل، لأني أنا حسب الشرط اللي أنا وضعته رح يطلع معي هالجمع المنطقي. فلهيك دائما هنون ميزوا بين الاند المنطقية اللي أنا بعرفها اللي هي جمع الثنائي، والجمع الشرط جمع الشروط مع بعضها، إني حطوا دبل اند للتمييز إني هذا عبارة عن جمع شروط وليس جمع منطقي اللي أنا بعرفه. نفس الحالة بالنسبة لتعليمة الأور. تعليمة الأور هي عبارة عن المؤشر بهالشكل. فأنا إذا بوضع تعليمي واحدة أو مؤشر واحد هالأداة وحدة، فرح يعمل لي عبارة عن الأور المنطقية اللي رح تكون إن ترو ترو رح يعطيني ترو، ترو فالس رح يعطيني ترو، فالس ترو رح يعطيني ترو، فقط بحالة الفالس فالس رح يعطيني فالس، لحتى أنا أجمع منطقين مع بعضهم رح يعطيني بالشكل التالي. طبعا الجمع المنطقي رح يقول لي ان الواحد واحد رح يعطيني واحد، الصفر واحد رح يعطيني صفر، والواحد واحد رح يعطيني عفوا الصفر واحد رح يعطيني واحد. وبالتالي انا لو اكتبت خمسة او سبعة شو كانت النتيجة رح تطلع؟ رح تطلع سبعة. نفس الحالة لو اكتبت انا خمسة واثنين أو خمسة أو اثنين، وهون خمسة أو اثنين، شو راح يطلع معي الجواب بكل وحدة؟ خمسة واثنين شو راح يطلع معي الجواب؟ تفضل. بالأولى خمسة وبالثانية اثنين، تعال نجربها. هاي الاثنين صح؟ فالأولى خلينا الثانية هذه صفر وواحد صفر، صفر وواحد صفر، واحد وصفر صفر، شو طلع؟ صفر. طلع لي هون صفر. طيب الخمسة أو اثنين، واحد وصفر واحد، صفر وواحد واحد، واحد وصفر واحد، وبالتالي شو طلع عندي؟ سبعة. وضحت عندي الفكرة؟ يعني بالنسبة لهون لاحظوا
أنا قلت أي رقم غير الصفر يعتبر ممكن اعتباره الكومبايلر كترو أو كواحد، فأنا الاثنين تعتبر ترو، والخمسة شو تعتبر؟ كمان ترو. ترو أند ترو شو لازم يطلع؟ ترو شو طلع معي؟ صفر، والصفر شو هو؟ فالس. وبالتالي وقت اللي قلت لكم اني ممكن تزبط معكم بعض الحالات فممكن تزبط، بس بهالحالة لو طلع معي انا بهالحالة شو كان راح يطلع معي انا؟ صفر، والصفر يعتبر فالس، فراح يطلع هون انا عندي فالس وليس ترو. فلهالسبب نحن دائما بنستخدم بعملية جمع الشروط العبارات اللي هي دبل اند او دبل اور. طيب انت يكون انا بدي استخدم الاور، هلا الان عرفتها انا لما قلت ان الشرط لازم يتحقق ان اذا كان الطالب معدله فوق ال 230 حاصل على الشهاده العلميه وعلامه الرياضيات 90%. طيب اذا انا حكيت بدي انا ادخل على القاعه اللي عندي اياه هون لحتى يعملوا امتحان طلاب السنه الثانيه وطلاب السنه الثالثه، فانا لما بيجي لي طالب فبساله انت اي سنه؟ بيقول لي اولى، فلازم دخله؟ لا. طيب اجاني طالب قلت له اي سنه؟ قال لي ثانيه، فلازم دخله؟ اذا كان قلنا طالب سنه اولى وثانيه ولا ثانيه وثالثه؟ فاذا كان ثالثه فلازم دخله. طيب انا اذا حطيت الشرط اف كان الاكس يساوي الاثنين اني كطالب سنه ثانيه، والواي بيساوي او حتى الاكس كمان بيساوي الثلاثه، يعني اذا كان الطالب سنته ثانيه او ثالثه، فهذا لو حطيت انا الاشاره اند شو كان صار؟ يعني انا بدي اساله ان طالب سنه ثانيه؟ قال لي ايه. طيب وطالب سنه ثالثه؟ بقول لي لا انا طالب سنه ثانيه. لك ما راح تفوت، كيف بدي يكون انا طالب سنه ثانيه وثالثه؟ ما بيمشي حال. بقول له لا، بس اذا كنت طالب سنه ثالثه ورسبان بماده بالسنه الثانيه وبدك تقدم ماده بالسنه الثانيه بما انك طالب سنه ثالثه، فوقتها بتصير هذا الحكي الاند، غير هيك مستحيل اقدر حققها. اما شو عم بقول انا؟ انا قلت بدي ادخل الطلاب السنه الثانيه من كلامي انا او السنه الثالثه، وبالتالي العلاقه اللي انا لازم اعرضها هي عباره عن علاقه الاور اللي هي بالشكل التالي. اعطينا مثال بالعملي واللي هو انا بدي اطبع جميع الارقام ضمن المجال من الصفر للعشره، انا كل الرقم بدي دخله اذا كان مجاله من الصفر للعشره فبدي اطبعه. اوكي، كيف فيني انا اكتب برنامج بيطبع لي كافة الأرقام من الصفر للعشرة؟ فأنا راح أوضع X، والX راح أقوم بإدخاله بعد شو لازم أعمل أنا؟ السؤال طباعة كافة الأرقام المدخلة اللي هي إما ضمن المجال من صفر لعشرة، فشو لازم أكتب؟ نقلوني هون شو لازم أكتب لحتى أحقق هالمسألة. بكتب if x أكبر من الصفر،
هيك رح يتحقق؟ أنا ما بدي أكرر بالإدخال، أنا بس بدي أقول لك إني دخلتي لي رقم، فهذا بدي أختبره، هل هو ضمن المجال من الصفر للعشرة؟ صحيح الإدخال؟ راح ينفذ؟ ليش؟ لأني بهالحالة شو لازم تكون؟ هون راح يصير عندي مشكلة إنه الصفر ما راح يدخل بعين الاعتبار والعشرة ما راح يدخل بعين الاعتبار، أنا قلت من الصفر للعشرة، بالتالي هون راح أحط أنا المساواة وهون المساواة، وحط سي أوت إكس. طيب إذا كان المطلوب طباعة الأعداد اي عدد انا بدخله بحيث يكون خارج المجال من الصفر للعشره، انا هلا اول شيء ضمن المجال من الصفر للعشره، اذا كان المطلوب طباعه اي عدد خارج المجال من الصفر للعشره كيف بدي اكتبه؟ راح اكتب اكس، انا خارج المجال من صفر للعشرة، يعني انا اذا دخلت القيم صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة للعشرة فانا ما راح اطبعها، ناقص واحد ناقص اثنين راح اطبعها والاداعش اتناعش راح اطبعها، فشو لازم اكتب؟ اكس اصغر او يساوي ولا اصغر فقط ايه، وهون لازم غير حطها إشارة الأو، لأني لو حطيتها أند شو كان راح يصير معي؟ هلا بنشوفها، أو إكس أكبر من عشرة. هلا لو حطيتها بالشكل التالي إني إف إكس أصغر من صفر و إكس أكبر من عشرة، ففي عدد بيحقق الشرطين مع بعض إن يكون أصغر من الصفر وأكبر من العشرة، مستحيلة. فلاحظوا هون لما أنا قلت أنا فقط ما قلت لكم إني والله أو إني لازم يكون الشرط او المسألة ان هي طباعة الاعداد اللي اقل من الصفر او الاكبر من عشرة، انا حطيتها بشكل ملغوم بالمسألة اللي خارج المجال، فخارج المجال راح يكون اما اصغر او اكبر، فهذا هون المبرمج لازم يعرفه او يصيغه، يعني مثلا تقول لي انت والله ما قلت لي او، انت قلت لي خارج المجال، كيف راح اعرف انا اند من اور؟ فهون بتصير انت لما انا قلت لك خارج المجال انت ما فينك تكتب والله اكس خارج المجال، انت بدك تحللها، فصارت انت الاكس بما انه خارج المجال فراح يكون اما، فانت بدك تحكيها لما بدك تشرحها لزميلك شو معناه خارج المجال، فهو اني اكس اما اصغر من الصفر او اكس اكبر من الصفر، وبالتالي رجعنا للصياغه انا استخدمت تعليمه او كلمه اور او بصياغه الشرط، فهون لازم يكون عندي أنا X or X أكبر من الصفر. طبعا إذا قلت أنا خارج المجال ضمنيا معن الصفر والX والعشرة فبدها تصير أني عندي أنا يساوي الصفر ويساوي X أصغر أو يساوي الصفر والX أكبر أو يساوي العشرة. طبعا انت بس بالمساواة تحط دبل مساواة. هلا في شغلات اخذناها بس ما تطرقنا على، يعني اخذناها بسابق لإلى وقت اخذناها بحلقات الفور وحلقات ال الوايل، فقلت انا لما بدي زيد اي عداد فقلت انا عندي بكتب انا اي مثلا تساوي الاي زائد واحد، وانا قلت هذه تكافئ اي زائد زائد، وبعدها قلت انا فيني اكتب الاي
تساوي الاي زائد 3، وانا قلت هذا تكافئ الاي زائد تساوي الثلاثة. فهذه نسميها نحن عمليات الاسناد مع الزيادة. فعندي انا لحتى امثل، اذا انا بدي زيد قيمة ثابتة على متحول وكتبتها بالشكل اي تساوي اي زائد 1 او اي تساوي اي زائد 10، فانا بلا ما اكتب دائما كرر المتحول، فانا بستخدم عمليات الاسناد اللي هي زائد ناقص ضرب القسمة، يعني انا اي عملية او حتى باقي القسمة. فاذا كتبت انا بالشكل التالي اي ناقص تساوي الواحد، شو معناتها؟ يعني انا هذه تكافئ الاي تساوي اي ناقص واحد. لو حطيت انا اي تقسيم بيساوي العشرة، شو كان معناتها؟ نفسها اي تساوي اي تقسيم عشرة. طب اذا انا وضعت بالشكل التالي اي زائد تساوي الاكس، بيصير هيك او يصير؟ شو السبب؟ عم زيد قيمة مجهولة، الاكس شو هو؟ طب انا لما بدي اقول انا بدي ادخل قيمة، بس ابعرف هلا شو هي القيمة؟ انا حسب ما بعطيك القيمة انت بدي تكتبي لي برنامج بحيث يعمل لي عداد، اما زيادة او نقصان للعداد. فانا اذا بدي اكتبه راح اكتب انا تابعين، تابع زيادة وتابع نقصان. اما لو كتبت بالشكل التالي اي زائد تساوي الاكس واعطيتك الاكس تساوي الناقص واحد، شو صار عندي؟ انا كأني انا كتبت الاي زائد تساوي ناقص واحد. شو معنى هالحكي؟ ان الاي تساوي الاي زائد ناقص الواحد، وبالتالي تساوي شو؟ الاي تساوي الاي ناقص واحد. انا بعملية الجمع شو صار عندي؟ عملية طرح، وبالتالي عندي ان الاي زائد تساوي او الاي ناقص تساوي الاي ضرب يساوي، ومتحول ممكن انا اعطيها بس بشرط ان يكون للمتحول قيمة. يعني انا لازم اكون مدخل قيمة المتحول قبل ما استخدمه. يعني مثل لما الطباعة، انا لما انا بطبع سي اوت اكس، اذا ما كنت عيطي قيمة للاكس فرح يطلع لي قيمة عشوائية، وممكن بعض المترجمات يعطوني خطأ اني انا انت اعطيت قيمة غير معروفة او قيمة عشوائية. فنفس الحالة انا فيني اكتب اي زائد تساوي الاكس، بس بحيث ان الاكس لازم تكون معلومة القيمة قبل استخدامها. هذا بالنسبة لعمليات الاسناد. عمليات الزيادة والانقاص بواحد، فقط بواحد، يعني انا اذا بدي زيد بواحد انقص بواحد، فهي عبارة عن إشارة الزائد مرتين. يعني أنا بكتب I زائد زائد أو I ناقص ناقص، فهذه معناتها، هذه معناتها أن I تساوي I زائد واحد، ونفسها اللي بتكافئ I زائد تساوي الواحد، وهذا بتكافئ I تساوي I ناقص واحد، واللي بتكافئ I ناقص تساوي الواحد. هون في عندي حالتين. الحالة الأولى إذا وضعت أنا عملية الزيادة أو النقصان بواحد على يمين المتحول أو على يسار المتحول، إذا وضعته على يمينه معناته أنا رح أخذ قيمة المتحول، نفذ التعليمة وبعدها قوم بالزيادة. إذا وضعته على يسار المتحول أنا رح زيد المتحول أو نقص المتحول، قيمة المتحول، وبعدها نفذ التعليمة. يعني أنا إذا وضعت بالشكل التالي X تساوي I زائد زائد وبعدها مثلا افترض ضرب 5، فشو معناتها هالحكي؟ أنا افترض الـ I عندي إياها 3،
فشو راح يطلع الجواب بهالحالة؟ خلينا نرجع على السي بلس بلس ونشوف نطبقها تطبيق لحتى نشوفوا الفرق. انا دخلت الاكس وانا بدي اطبع الاكس زائد زائد ضرب الخمسة، اوكي؟ فشو تتوقعوا؟ راح يطلع اذا دخلنا الاكس ثلاثة. انا دخلت الاكس ثلاثة، فشو تتوقعوا راح يطلع القيمة؟ 20، طلع 15. شو السبب؟ انا قلت ان الاكس او الاي هون راح تاخذ قيمتها تنفذ العمليه وبعدها يتم الزياده. يعني انا دخلت 3 فراح تاخذ 3 تضربها ب 5 تظهرها، وبعدها شو الاي راح تطلع؟ يطلع يصير 4. ولحتى نشوف هالحكي فانا راح اطبع بعدها سي اوت الاكس. دخلت 3، لاحظوا طبعت 15، والقيمة الاكس اللي بعدها شو هي؟ 4 صارت، لأني زادت بعد عملية الحساب. طيب أنا لو غيرت الحالة بحيث أني وضعتها بالشكل التالي، صار عندي زائد زائد إكس ضرب 5، فشو راح تطلع النتيجة؟ هاي حطيت 3 طلع عندي 20، والسبب اني تمت عملية الزيادة وبعدها تم استخدام القيمة. فهون راح تنتبهوا من عملية وضع الاشارات الزيادة على يمين ولا على يسار. فهون بيجيني السؤال، اذا انا استخدمت حلقة الفور بالشكل التالي، انتجر اي تساوي الصفر، اي اصغر او تساوي العشرة، اي زائد زائد سي اوت اي وإذا حطيت زائد زائد اي شو راح يصير الاختلاف؟ بأول حالة إذا وضعت بهالشكل اي زائد زائد شو راح يطلع معي على الشاشة؟ من 0 للعشرة. خلينا نجرب.
هون شو راح يطلع معي؟ قلت من الصفر للعشرة، هون بدخل أي قيمة بس للهذا، فطلع معي أنا من الصفر للعشرة. طيب إذا غيرت بالشرط وعملته بالشكل التالي شو راح يطلع معي؟ من الواحد للإدعش، راح يطلع معي من الواحد للإدعش. متأكدين؟ مين قال لا؟ شو رأيكم شو راح يطلع النتيجة؟ بتوافقوا زميلكم اني من الواحد للإدعش؟ من الواحد للعشرة. متأكدين؟ آخر كلام؟ آخر جواب؟ تخسروا المليون ها؟ شو طلع معي؟ من الصفر للعشرة. كيف صبتت معه؟ ما نحن قلنا إذا كان على يسار التعليمة فبينفذ وبعدها بيتحقق. هلا رح نرجع لحلقة الفور. حلقة الفور كيف بتخلي؟ بتخلي بلش بالقيمة الابتدائية، حقق الشرط، نفذ التعليمة، اعمل الابديت. فكيف صارت؟ انا عندي صفر، هل اصغر او تساوي العشرة؟ اطبعها زد لي اياها. فهون اذا زادت على يمينها ولا على يسارها نفس الشيء، لان هي ما فيها عملية حسابية، هي فقط عملية زيادة. فليك لاحظنا طلع بالحالتين نفس الشيء ما تغير، بس كتعليمة الاولى زادت وبعدها قالت في عندي تعليمة اضافية؟ قلت لها لا خالص، انت هون وخالصة. وضحت؟ اما لو حطيت انا بالشكل التالي، شو راح يطلع هلا الجواب؟ انا وضعتها بالشكل التالي، الغيت عملية الابديت ودخلتها ضمن الحلقة، شو راح يطلع الجواب؟ ما ليش ما فيني انا اعمل حلقة فور بلا عداد زيادة او نقصان؟ ما انا دخلتها جوات الحلقة. هلا العداد صار ضمن الحلقة مثل حلقة الواي، ما دخلتها ضمن الحلقة صارت الاي زائد زائد ضمن الحلقة. فشو تتوقعوا راح يطلع معي الجواب هون؟ تفضلي. انا عم بدخل نفذ التعليمة وزيد عادي. هلا لو حطيت ضمن الفور هلا راح شوف راح يصير معي لو حطيت، ما إلى علاقة. هلا انا فيني ما احط شرط الابديت او التحديث ضمن الفور، بس حطها ضمن الحلقه فكاني نفسها. بس شو راح تصير؟ راح تصير تتعامل معها مثل ما تتعامل مع اي تعليمه. اما هونيك شو كانت؟ كانت اول شيء بتاخذ اول القيمه الابتدائيه، بعدها بتحقق الشرط، بعدها بتنفذ، وبعدها تروح على الزياده. هون لا، بتاخذ القيمه الابتدائيه، بتتحقق من الشرط وبتنفذ، فعمليه الزياده منها وفيها. فهون شو اقتراحكم راح يطلع الجواب؟ من الواحد للإدعش. من الصفر للعشرة. لو كنتوا عم تشاركوا بمسابقة المليون كنتوا خسرتوا كتير. ما نحن خلنا كويس، انتوا بتتابعوا معنا. فنفس الحالة نرجع للقيمة هون. أنا عم قول خذ القيمة صفر، هل صفر أصغر أو تساوي العشرة؟ انتقل للشرط، الشرط سي أوت، اطبع لي القيمة آي، طبع لي القيمة آي، وبعدها شو رح يعمل؟ بعد ما بيطبعها رح يزيدها، فصارت واحد، طلعت للواحد، هل الواحد أصغر أو تساوي العشرة؟ لا، وهكذا بده يضل يكررها لحتى توصل
على ال 11، ال 11 ما راح يطلع لان صارت ال 11 اكبر من ال 10 لانها اصغر او تساوي ال 10، وبالتالي ما راح يقوم بانطباقها. طيب لو هلا حطيت هالحاله شو كان لازم يطلع معي؟ ما حدا بقى رايح يحكي من الواحد لل 11. طيب راح نجرب. شو السبب اني اعطاني من الواحد لل 11؟ انا بلشت الصفر قبل ما اطبع بدي زيد فصارت واحد، طبع حققت من الشرط، هل الواحد اكبر؟ لا اصغر، وبالتالي نفذ. اجا بده يطبع الواحد ما راح يطبع الواحد، شو راح يطبع؟ راح يزيد وبعدها يطبع، طبع اثنين وهكذا لحتى يوصل للعشرة، العشرة طبعها طلع لفوق. هل العشرة اصغر او تساوي العشرة؟ ايه اطبعها، بس قبل ما تطبع شو اعمل؟ زيد واحد وبالتالي صارت ال 11. طيب هلا لو عملت بالشكل التالي، شو راح يطلع معي؟ من الصفر، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نجرب من صفر للعشرة. طلع معي صفر اثنين أربعة. ليش؟ لأني أول شيء أنا حط صفر، هل هو صفر؟ أوكي اطبعه طبع صفر. شو اللي بعده؟ زاد واحد صارت واحد، راح لشرط لخاصية الأبديت زاد إسا واحد صارت اثنين، إجا حقق الشرط، هل الاثنين أصغر أو تساوي العشرة؟ إيه اطبعه زيد واحد صارت ثلاثة، رجع على شرط الزيادة زاد واحد صارت أربعة، هل أصغر؟ وهكذا. طيب إذا وضعنا بالشكل التالي، شو راح يصير؟ شو راح يطبع؟ مثل اللي قبله؟ متأكدين؟ راح يبلش؟ راح يبلش من الواحد. أول شيء بيزيد، نحن شو قلنا بحلقة الفور؟ تاخذ القيمة الابتدائية بتقارن بتطبع بتزيد بتقارن بتطبع بتزيد بتقارن بتطبع وهكذا، فأنا الصفر هل أصغر؟ إيه، اطبع لي إياها، زد لي مرة صارت واحد، زيد مرة ثانية صارت اثنين، أصغر إيه، اطبع لي إياها، زد لي اياها صارت ثلاثة، زد لي اياها صارت أربعة، أصغر إيه اطبع لي اياها، وبالتالي راح تطلع نفسها ما راح تتغير، راح تطلع صفر اثنين، واللي أبي صدق من فرجه يعني ما كنت بدي نفذها لهذه بس ما هيك، راح تطلع عندي صفر اثنين أربعة ستة نفسها. طيب هلا شو راح يصير؟ راح يطبعوا الأعداد الفردية، في حدا بده يوصل لل 11 ولا فقط لل 9؟ متأكدين؟ فقط لل 9 ولا لل 11؟ لأنه أصغر يعني بده يوصل لشو؟ لل 9 بس. وصلت لل 11، ليش؟ لأنه هو بالأساس أنا بلا الشرط الأول، شو طلع معي؟ طلع من الواحد لل 11. فأنا عم قول بدي بلش من الواحد وانتقل 2 2. فال 11 راح وصلها، لأنه شو السبب؟ لما بدك توصل لل 10، ال 10 أصغر أو تساوي إيه، بس قبل ما يطبع شو راح يعمل؟ راح يزيد واحد ويطبعها وبالتالي صارت 11. وضحت فكرة الزيادة قبل وبعد؟ بتوقع أكثر من هيك إني توضح؟
في أمثلة كتير بس هذا راح وبحط لنا إياها بشكل هلا بنيجي لتعليمتين كمان بنستخدمهم وحلوين كتير هن تعليمة البريك والكونتينيو. تعليمة البريك أخذناها وين أخذناها لتعليمة البريك؟ بالسويتش. يعني أنا تعليمة البريك فقط في نستخدمها بالسويتش، في نستخدمها بمكان تاني، في نستخدمها بالإيف، ما بتلزمني، في نستخدمها، في نستخدمها بالواي بالفور أو الواي، في نستخدمها وين ما كان. بس أنا إذا وضعتها ضمن السياق، يعني أنا هون أنا أفترض رح أكتب هون أبغى نعرف نكتب بريك. فهون عم يعطيني خطأ. لاحظوا شو بكتب بالخطأ. اني انا ماني قادر استخدم البريك الا ضمن الحلقات وضمن السويتش. ليش؟ لاني وظيفة للبريك انه الخروج من الجملة، الجملة الشرطية او الجملة جملة التكرار. فهوني ما إلي لازمة، يعني مثل وضع وعدم وضع نفس الشيء. وبالتالي هوني مثلا بعضهم بيقبلوا لك يا بعض الكومبايلر، الكومبايلر هون عم يخلك اني يعني ما في داعي تستخدم، لاني انا شو بدي منين بدي اطلع؟ ما في عندي شيء اطلع منه. وبالتالي البريك، طب انا اذا وضعت البريك هون شو راح يصير؟ شو راح يطبع اذا انا كتبت بهالشكل التالي؟ شو راح يطبع؟ فقط اول مره بيدخل بريك طلع منا. طيب اذا كتبت بالشكل التالي، شو راح يطبع؟ خلينا نشيل الزياده هون بالهذا، شو راح يطبع هون هلا؟ غيرنا شلنا هذا راح ي... من الواحد من الصفر، ما عم بلشي من الصفر ده الخمسة، الخمسة راح يطبعها من الصفر للأربعة. هلا لو كنت حاطط أنا الإف بريك قبل السي أوت كان حكيكم صحيح راح يطبع من الصفر للأربعة، بس بما أنه بعد السي أوت فراح يطبع نزل واحد بالصفر للخمسة، وبعدها شو راح يطلع؟ خالصين، بيطلع براتها. وبالتالي صارت عملية البريك دائما تستخدم بالحلقات وبالسويتش. نحن شفناها كيف استخدمناها بالسويتش، شو كان وظيفتها بالسويتش؟ إن مشان ما تخلي يتابع تنفيذ الحالات اللي بعد الحالة اللي صارت فيها التطابق. فبكتب أنا بريك للخروج من جملة السويتش بالحلقات، أنا مشان ما ضل تابع تكرار، فأنا بطلع على البريك اللي بحيث اللي مش يوصل لهالقيمة فاطلع عنا. لنفترض أنا بدي أقول لك بدي أطبع من واحد للعشرة، بس بدي أعطيك رقم دخله إكس بحيث لما توصل لهالإكس ما بقى تطبع. أوكي؟ يعني أنا ما بدي
كله اني انا بدي اوقف عند الخمسة. نفترض انا عندي من الواحد لا لا نهاية، انا عم بطبع، فاذا بدي احط انا اطبع من الواحد بالصفر للا نهاية، شو لازم اغير؟ اول شيء كحالة اني بدي اطبع انا من الصفر للا نهاية، شو لازم اعمل بهالحلقة؟ شيلة، شو بحط بدالها؟ حط بدالة أصغر أو تساوي الصفر، أكبر أو تساوي صفر. يعني أنا فيني حط بهالشكل أكبر أو تساوي الصفر راح تشتغل، أو كأبسط حل شيل الشرط كلياته. هلا هون راح يطبع لي من الواحد للا نهاية. أنا هلا بدي أقول لك حسب العدد اللي أنا أعطيتك إياه فراح يطبع من الصفر للعدد اللي انا اعطيتك اياه، اوكي؟ فكيف بدي انا اغير لحتى اعمل بهالحاله؟ انا بدي ادخل قيمه الاكس، لنفترض بدي احطها 10، فانا بدي يطبع من الصفر للعشره. المره الثانيه دخلت قيمه الاكس 15، فلازم يطبع من الصفر لل 15، فشو لازم اعدل بالكود لحتى يطبع لي هالقيمه؟ بهالشكل بتوافقوا؟ شرط الحلقة فوق. انا قلت خلص شرط الحلقة عاملها لا نهائية. هلا فيني احطها بشرط الحلقة اني اصغر او تساوي الاكس، اوكي صح، فبيختلف عندي، بس انا بدي اياه استخدم تعليمة البريك. اي يساوي الاكس، فلنجرب انا وضعت لنفترض 12، هل لازم يطبع من الصفر ل 12 وطلع براتا، بالتالي صارت عندي انا عملية البريك دائما ترفق بشرط. يعني أنا ما فيني أحطها، لأن إذا حطيتها ضمن حلقة وحطيتها لحالها فراح تنفذ مرة واحدة والبريك يطلع. فدائما أنا لازم أفكر أني تعليمة البريك لازم ترفق بشرط، لأن إذا ما رفقتها بشرط صارت وجودها، يعني ما في داعي أحط الحلقة وبحطها مرة واحدة فقط، بشيل الحلقة وبحطها مرة واحدة. فدائما هون عندي أنا لازم نفكر أني تعليمة البريك لازم ترفق على شرط، والسويتش هي عبارة عن شرط أني لما يتحقق متحول السويتش مع حالة الكيس فنفذ التعليمات وطلع منه بتعليمة البريك. طب هي تعليمة البريك، تعليمة الكونتينيو شو؟ كيف ميزتها من تعليمة الكونتينيو؟ اني تابع، بس تابع شو؟ لنفترض انا قلت لكم بدي اطبع الاعداد من الواحد لا العشرة، بحيث إذا أعطيتك رقم ضمن هالمجال ما يطبع ليها. فبتجي بتقول لي أوكي، وإني إذا أطبعه وما أطبعه بحط إف وكذا. كان فيني هذه هالحالة أعملها بطريقة بسيطة، إني مثلا نفترض بالشكل التالي. هون كأبسط شغلة أنا فيني أكتب إف آي لا يساوي الإكس فاطبع لي اياها، فاطبع لي قيمتها. فهذه نظاميه، يعني اذا كان لا يساوي الاكس فاطبع لي اياها، فلما بتساوي الاكس ما تطبع لي. فلما انا بنفذها حطيت خمسه، اوتش، تعرفوا ليش هيك صار؟ لاني شايل الشرط انا، صارت لا نهائيه. هون لازم احط اي، ما حد بيذكرنا بالشرط،
هاي الخمسة لحظة طبع لي 1 0 1 2 3 4 الخمسة مطبعة 6 7 8 9 10. طيب أنا بدي استخدم، ما بدي استخدم هالطريقة، بدي استخدم تعليمة الكونتينيو. فأنا بدي أقول له إني عن نفس الحالة إني القيمة إكس اللي أنا بدي أطبعها أو بدي أعطيك إياها لا تطبع لي إياها بس باستخدام تعليمة الكونتينيو. فلو اكتبت بالطريقة التالية if i تساوي ال x ليش ما تعرف عليها؟ نسي الان. فشو راح يصير؟ راح نجرب شو راح يطلع الجواب وبعدها راح نفسر. هاي الخمسة لاحظوا شو طلع معي؟ طلع معي 0 1 2 3 4 الخمسة مطبعة 6 7 8. طب لو وضعت أنا تعليمة الكونتينيو بعد تعليمة الطباعة، فشو تتوقعوا راح يطلع معي؟ يطبع؟ ما راح يطلع الخمسة، الخمسة راح يطبعها؟ ليش؟ تالي تعليمة الكونتينيو وظيفتها اني بتقلي انت عم تكرر. لما بوصل لتعليمة الكونتينيو فكل التعليمات اللي بعدي ضمن حلقة التكرار لا تنفذها. ارجع لشرط او لحالة التحديث، حدث وتابع تنفيذ التعليمات من البداية. يعني هلا البريك بتقلي اني لما بوصل للبريك فاطلع من الحلقة، هون بيقلي لا ما تطلع من الحلقة، وقف عن التنفيذ كل التعليمات اللي بعدها، وقف عن التنفيذ وافتح تكرار جديد من البداية. فلهيك لما انا بحطها اخر التعليمات فما بقى فيها شيء تعليمات، فاذا حطيتها ولا ما حطيتها للكونتينيو مثل قلتها. اما لو حطيتها انا قبل التعليمات فشو راح يصير؟ لما بتحقق شرط الكونتينيو راح يخلي اني انا ما في داعي بقى انفذ كل التعليمات اللي تحتي، انا راح ارجع للحلقة وحدث حالي وبلش تكرار جديد من البداية. وبالتالي انا بالحالة الاولى اللي عندي اياها هون شو عم يقلي؟ عم يقلي كرر من الصفر للعشرة، وعم يسألني بالبداية لما بتساوى العدد i اللي هو من الصفر للعشرة مع العدد x اللي انا دخلته فلا تنفذ لي التعليمات اللي تحتي، رجع لشرط التكرار وكرر لي، او شرط التحديث وحدث لي وافتح لي تكرار جديد من البداية وهكذا. تالي صار عندي انا التعليمتين، البريك للخروج من الحلقة بشكل مباشر، الكونتينيو ما بيخرج من الحلقة، بيتوقف عن تنفيذ كافة التعليمات بعد الامر وبيعيد التكرار بصيغة جديدة، يعني تكرار جديد. فأول وحدة أنا لحتى أوقف التنفيذ نهائيا، ثاني وحدة لحتى ألغي تنفيذ بعض الحالات ضمن اللوب. يعني أنا لما أقول اطبع لي لحتى توصل لقيمة وحدة وستوب، هون شو معناتها؟ بريك. أما لما أقول أنا اطبع لي من هالقيمة لهالقيمة بس بعض الأرقام لا تطبع لي إياها، فهون
باستخدام تعليمة الكونتينيو. واضح الفرق بين البريك والكونتينيو؟ طبعا هون احد الخصائص اني انا اذا بدي مثل حلقه الفور بالحلقه واي فما فيني نفذها خاصه الا اذا انا وضعت الكونتينيو تعليمه الكونتينيو بعد تعليمه الزياده. لان المشكله اذا وضعتها انا قبل تعليمه الزياده شو راح يصير؟ راح علق، راح يضل ينفذ لي كل التعليمات اللي قبل كونتينيو ويضل يكرر، لأنه شرط قبل ما يصير الزيادة هو عبارة عن شرط محقق، فأنا راح أدخل بحلقة لا نهائية. أما مثل ما لاحظت أنا بالفور ما أخذت بعين الاعتبار وين وضعت الكونتينيو، لأنه بالأساس شرط الزيادة أو شرط التحديث موجود ضمن صيغة الحلقة. بس اللي بدنا ننتبه لإله أنه بحلقة الوايل لازم ننتبه أن يكون شرط التحديث قبل الكونتينيو، والا راح ندخل بحلقه لا نهائيه وما راح نطلع منها. واضحه؟ هلا بالنسبة لنا راح ندخل بموضوع جديد هو المصفوفات، بس طبعا ما اليوم لأن هذه راح نفرد لها جلسة خاصة. بس كفكرة أن المصفوفات هي عبارة عن متحول بيحجز مثل أي متحول بيحجز بالذاكرة، بس ما بيحجز قيمة واحدة وأنما بيحجز مجموعة من القيم ضمن الذاكرة مرتبة كترتيب. هاي راح ناخدها المحاضرة الجاي. هلا هون مدام معنا بعض الوقت راح ناخد أمثلة على الحلقات والجمل الشرطية اللي هاي انتو أخذتوها بالعملي. فأنا بدي كمسألة أن يقوم بإدخال علامات الطلاب. أنا بدي أدخل عندي مجموعة من الطلاب ما بعرف قديش العدد، بدي أدخل علاماتهم لهالطلاب. مثلا لكل طالب بدي أدخل له علامة واحدة، ما في داعي لهذا، بس أنا عندي مجموعة من الطلاب وعدد الطلاب ما بعرف، بشرط أني أنا راح أتوقف عن الإدخال لما راح أكتب حرف كيو للدلالة على أنه أنا انتهيت ولازم أطلع. وإلا إذا كتبت أي بحرف تاني غير اللي كيو راح يتم تكرار وطلب إدخال علامة الطالب الجديد. فكيف فيني انا اعمل برنامج لحتى احقق هالمساله البسيطه؟ اني انا راح اعمل دائما دخل علامات طلاب، عدد الطلاب ما بعرفه، شرط التوقف هو اني المستخدم يكتب الحرف كيو لحتى اني ينتهي البرنامج. فاول شيء بدي احلل المساله، انا شو هي المداخل اللي عندي اياها. طبعا ادخال علامة الطلاب، وبعدها بعد ما بخلص علامات الطلاب انا راح اعمل المتوسط علامات الطلاب كلياتها واطبعها وطلعها. اوكي، يعني
السؤال أو المسألة اللي عندي إياها إدخال علامات إن طالب، طبعا الإن ما بعرفها مجهولة، وحساب المتوسط الحسابي للعلامات وطباعته على الشاشة. فكيف بدي اكتب انا هيك مسألة؟ اول شيء راح افكر شو هي الادخال اللي عندي اياها، انا شو المداخيل اللي عندي اياها. اول شيء علامة الطالب، لنفترض علامة الطالب راح انا اعرفها اكس، اكس هي علامة الطالب. شو هسه في عندي مداخيل؟ في عندي هسه شيء مداخيل؟ متوسط حسابي هو مخرج. شو هذا المحرف كيو؟ وبالتالي انا صار عندي مدخل جديد، اللي هو انا لما احط دخل كيو فلازم يطلع خارج البرنامج، وبالتالي صار عندي انا بالاضافه للاكس شو في عندي؟ في عندي char، لنفترض سميته EX. اوكي، وهلا بدي ادخل انا علامات الطلاب، بحيث اني دائما ادخل علامة الطلاب، وطالما اني انا المحرف اللي دخلته ما نكيو فراح يضل يكرر. فشو بدي انا؟ بدي جملة تكرار. شو الجملة الانسب لإلي بهيك حالة؟ انا عندي عدد الطلاب اللي بدي دخلهم، وبالتالي الانسب لإلي شو هي؟ الوايد. هلا فيني انا اعملها بالفور، بس الفور صرت بدي انا احذف من ميزاتها اللي هي الشرط اني اعملها حلقة لا نهائية. فاول شيء هلا راح اعمل حلقة فور او حلقة واي. شو الشرطة لحلقة واي؟ الاي اكس ما لازم يساوي، الاي اكس ما لازم يساوي الكيو. اوكي، بعد شو اعمل؟ اذا ما كان بتساوي الكيو شو اعمل؟ دخل لي علامة الطالب اللي هي CN X. اوكي، بعدها مثلا هون راح اعرف متحول ثاني، نفترض سميه الصم. وشو بدي يكون قيمته الابتدائية؟ لأنه أنا بدي أجمعه دائما بحاله. وشو هو العنصر الماص بالجمع أو العنصر الحيادي عفوا؟ هو الصفر. أوكي، راح أنا أعمل أول شيء عملية الجمع، قل صم. شو لازم تساوي؟ تساوي الصم زائد الاكس، صح؟ كيف هذه فيني اكتبها بطريقة تانية؟ اليوم اخذناها، هذه فيني اكتبها زائد يساوي الاكس. فهون راح يجمع لي دائما الصم، شو قيمتها صفر، راح يجمع لي الاكس، صارت قيمتها اكس. دخلت مرة تانية
فراح يكون قيمته اكس راح يجمع لي الى الاكس الثاني وهكذا. طيب هلا صار انا عندي ادخال وجمع، انتهى الموضوع. وين بدي احطها؟ لسي اوت بعد الوايل. يعني هون شو لازم اكتب؟ سي اوت الصم. هون انا طالب متوسط حسابي. الصم ما هو المتوسط الحسابي، هو مجموع العلامات على ان. شو هي الان؟ قديش العدد؟ وين موجود العدد؟ وبالتالي انا صار بدي عداد. لو افترض ان العداد اللي عندي اياه هو الواي، هو الزياده، فبحطها انا واي زائد زائد للزياده. والواي القيمه الابتدائيه اللي له شو بتساوي لحتى يبلش؟ من الصفر. وبالتالي تحت لازم يصير تقسيم واي لحتى ينحسب المتوسط الحسابي. خالصين هيك راح يشتغل؟ لا. ليش لا؟ بده يضل ياخذ اكس دائما، راح يقول لي دخل اكس دخل اكس دخل اكس دخل اكس دخل اكس دخل اكس. وبالتالي ما راح اقدر اطلع برات الاكس. هي اول شغله. الشغله الثانيه الاي اكس الى قيمه، وبالتالي راح يعطيني خطا ان انت عم تقارني مع متحول بالاساس اطمعي في قيمته. فانا مثل ما حطيت بالواي والصم قيمه ابتدائيه، بالاكس كمان بدي احط لنفترض قيمه، اي قيمه ابتدائيه غير القيمه اللي انا بدي اطلع براتها. فهلا صارت بيدخل على الحلقه وما راح يطلع منها. طيب كيف بدي اطلع انا من الحلقه؟ ما حدا عنده فكره؟ وين بدي احط سي ان اي اكس؟ اجباري قبل؟ اكيد قبل. وين ما حطيتها ما بتفرق، وين ما حطيتها ما في مشكله. فليك راح احطها انا بالنهايه، بس مشان لحتى اميز انا اني مين علامه الطالب من ان الادخال، فراح اكتب انا هون. هاي فقط شغله تجميليه، برجع بقول هاي فقط شغله تجميليه، لا بتقدم ولا بتاخر. فبغلط لحتى اعرف انا شو بدي ادخل، بيطلع لي مكان فاضي. فهون بس شغله تجميليه اني دخل قيمه العلامه، والثاني دخل هل يوجد طالب اخر. فاذا كتبت له اي محرف راح يكرر، واذا كتبت له كيو شو راح يعمل؟ راح يوقع. وبالتالي انا برجع للمساله، لتحليل المساله. انا كم مدخل صار عندي؟ عندي الاكس والاي اكس، وفي عندي انا الواي والصم اللي هنن متحولات مساعده لإلي. والمخرج هو عباره عن السي اوت اللي عندي اياه، هو الصم تقسيم الواي. هلا هذا راح يشتغل، بنجرب. خلي دخل اول علامه، حطيت له
60. هل يوجد كتبت شو ما كان؟ دخل علامة. لاحظوا كتبت انا كيو وكيو كبيرة، بالكيو صغيرة ما وقف، بس بالكيو كبيرة وقف وبعدها طلع لي المتوسط الحسابي اللي عندي اياه. برجع لهون، شو السبب اني بالكيو صغيرة ما دخل والكيو كبيرة دخل؟ لانه انا بالشرط حاطط كيو. طب انا لو قلت سواء ضغطت كيو كبيرة ولا كيو صغيرة وقف، شو لازم اعدل؟ تفضلي. وا كيو صغيرة؟ لو وا انت فيك تدخلي محرف ان يكون صغير وكبير بنفس الوقت. فلاحظتوا كيف انا بدي اتقيد اني هل هي وا ام او؟ فهون لازم اوضع او نفسها اي اكس لا تساوي الكيو الصغيرة. اوكي، يعني انا نفذ اذا كان ما بيساوي كيو صغيرة او ما بيساوي كيو كبيرة. طيب هلا في عندي شرط جديد. طب انا بعرف علامة النجاح 60، ولما بدي احسب المتوسط الحسابي للعلامات انا الراسبين ما بدي ادخلهم، فبدي اني ادخل العلامات بس بشرط اذا كان راسب فما تدخل لي اياه بالمتوسط الحسابي. حلقة معنا هذه جملة، بدكم تفرقوا بين حلقة. الحلقة هي جملة تكرار، والإف هي عبارة عن جملة شرطية. فيني أعمل مثل ما حكيته، هون اكتب إف إكس أكبر أو تساوي 60، فحط لي الصم، صح؟ بيمشي الحال؟ إذا وضعت هيك، بيمشي الحال؟ إذا كتبت هيك رح يطلع الجواب صحيح؟ بدي حط وين؟ بدي حطها قبل الصم، وين نهايتها؟ شو السبب؟ لاني انا بدي اكثر من تعليمي احجبها، اني انا ما بدي ادخلها ضمن الصم وما بدي زيد، لاني أنا في عندي تعليمتين اللي هي الصم الزيادة والعدد الطلاب اللي أنا بدي أحسب متوسط الحسابي اللي إلهم، وبالتالي لازم أجمعهم أنا ضمن حلقة الإف. فهلا هذه راح تصير تشتغل. طيب هلا إذا أنا بدي أستخدم تعليمة البريك، شو لازم أعمل؟ إذا بدي أستخدم تعليمة البريك أو بلا تعليمة البريك، عفوا تعليمة الكونتينيو، يعني تعليمة البريك بيطلع براتها، تعليمة الكونتينيو. قبل تعليمة البريك أنا راح أقول لك تعليمة الكونتينيو. شو بدك تغير؟ هذا قبل السي إن تبع إكس؟ أو بصير حطها بعدها؟ يفضل قبلها، راح احطها بعدها.
ايه بعد هون بكتب continue. منشيل أقواس المجموعة A راح يمشي الحال مثل ما حكى زميلكم راح يشتغل هيك. طب حللوها، أنا راح دخل قيمة X راح يقول لي هل X أكبر من 60؟ إذا كان مثلا افترض 50 راح يدخل على الإف ويكتب كونتينيو، ينفذ تعليمة الكونتينيو. شو معنى تعليمة الكونتينيو؟ إن ارجع للحلقة من البداية وما تنفذ لي كل الأوامر اللي بعدها. تالي صحيحة؟ أي اللي يساوي؟ هذه أكبر أو تساوي، تالي شو لازم تصير؟ أصغر من 60 حتى الأكبر أو يساوي خاطئة، صح؟ يعني إذا كان أصغر من 60 فأعمل كونتينيو مشان ما يتنفذ كل شيء بعده. طيب هلا بدي استخدم أنا تعليمة البريك هون، كيف فيني استخدم تعليمة البريك؟ أنا بدي لما أضغط كيو صغيرة أو كبيرة يطلع بتعليمة البريك. منحط شرط، وين بدي أحطه للشرط؟ بعد هون بحط إف إي إكس تساوي الكيو او اي اكس تساوي الكيو اي. شو اعمل؟ بريك. شو راح يصير عندي هون؟ انا مش بتدخل، فاخر طالب دخلت له قيمه شو صارت؟ ما راح ياخذها، وبالتالي انا وين لازم احط هالاف؟ حطها بالنهاية. وهون لو وضعت أنا فوق بالشكل التالي، في داعي بقى أختبر أنا فوق الشرط بما أنه أنا حطيت بريك؟ إذا أنا تعليمة البريك التحت هي نفس الشرط تبع الكونتينيو. أنا هون شكلت حلقة لا نهائية عن طريق اني وايل الشرط ترو، فالترو هي دائما ترو، ممكن الترو تصير فالس، وبالتالي هذه شرطة شرط لا نهائي. وين بطلع منها؟ بتعليمة الاف بريك. فنفس الشرط اللي كان بالوايل نزلته على تعليمة البريك اف بريك. في وضوح؟ في اسئلة على كيف انا فيني العب بالشروط، ادخل على الحلقة، اطلع منها كيف اطلع منها بأي تعليم؟